تقبل المكالمه من استاذ اسامه ابو المجد او المستشار اسامه ابو المجد رئيس رابطه تجار السيارات. مساء الخير معالي المستشار. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى جمهورك الكريم. يمكن خبر القانون انتشر سريعا والاعلام اتكلم عليه جدا، وفي حاله جميله كده عند المصريين خصوصا طبعا اللي عايشين بره، واحنا كمان اللي عايشين جوه اعتقد هيبقى عندنا انتعاشه لما نبدا نشوف عربيات مختلفه شويه في الاسواق بتاعتنا. دي حقيقة. ايه اللي حصل خلال اليومين دول في السوق خصوصا ان بدأنا نشوف تصريحات لحضرتك ان في تراجع لبعض السيارات في او تحديدا اللي عليها اوفر برايس؟ من الطبيعي ان هيحصل عدد كبير جدا من السيارات هيجي. احنا عندنا تقريبا 14 مليون مغترب، لو قلنا 5% بس من الرقم ده اهتم بهذا القانون اللي بننتظره من سنوات، اشتغلت علينا بلا مكرم سنوات كتيرة وما توفقتش، ومعالي الوزيرة سهى جندي توفقت وقدرت انها تحرز هدف قوي جدا جدا هو حلم المصريين العاملين بالخارج. واعتقد ان ده حق اصيل موجود في دول كتيرة جدا انه يرجع بعربية المصري بيشتغل برا، وممكن يكون جايب عربية وجايبها عربيته مرتبط بيها جدا بيبيعها بثمن بس، لانه لما بيقارن انه لو شحنها في مصر ودفع جمارك وضرائب ورسوم هيبقى السعر غالي جدا جدا، فبيضطر ان هو يبيعها او يسيبها بره بثمن رخيص جدا جدا. بناء عليه القانون دوت بيحقق منفعه كبيره جدا ليه. وطبعا احنا بنقول جمارك، احيانا بتصل الجمارك والضرائب والرسوم في بعض السيارات الى 271%، وده رقم كبير جدا جدا. ومجرد ما انتشر الخبر، وطبعا امبارح مجلس النواب خلاص وافق عليه، يعني خلاص بقى قانون، والمشرع في القانون ده راعى امور كثيره جدا جيده جدا جدا جدا، منها ان اللائحه الادريه لا تتجاوز اسبوعين وترى النور. يعني احنا بالضبط بعد اسبوعين يقدر اي حد ينفذ كل كلمه ذكرت في القانون. فالخبر انتشر سريعا زي ما حضرتك تفضلت، وبناء عليه كله بيأجل قرار الشراء. لو واحد نيته يشتري هأجل قرار الشراء، لأن عارف إن لو قلنا 5% بس استفادوا فده معناه 700,000 عربية، مصر كلها بتستورد 120,000 عربية، وده معناه إن المعروض هيبقى كتير جدا، ولو المعروض موجود بكثرة أكيد السعر بينزل. بس هل هيبقى العربيات هنحس بانتعاشة شوية لو العربيات دي بدأت، يعني خلينا برضو نقول الكلام الواقعي في التنفيذ، ان احنا مش هنلاقيها بكرة، قدامنا على الاقل 4 شهور مثلا عم نبدأ نشوف العربيات دي في الشارع المصري، صح كده يا فندم؟ على حسب العربية جاية منين. على حسب العربية جاية منين، يعني دول الخليج حضرتك بتعدي البحر بتبقى في مصر، بعض الدول في الاتحاد الاوروبي يعني العربيات دي لو بتشحن من اليونان مثلا او من اي دول من دول قريبة مننا، فحضرتك برضو يعني اسبوع اسبوعين هتبص تلاقي العربيه موجوده عندنا. العالم كله مهتم بالموضوع، ومش عايز اقول لحضرتك تقريبا من ساعه القرار ده انا تليفوني تقريبا صبح وليل ما بيرسلش. كله مهتم بالموضوع جدا، وخصوصا كمان احنا هنشوف نوع تاني من العربيات، وكمان الشروط اللي حطها المشرع سهله جدا جدا، يعني يمكن معرفش الشروط واضحه احنا يمكن انا كانت بالنسبه لي وضحت كمان نقطه مهمه قوي، ان ينفع الأسرة تجيب 4 عربيات مثلا لو أب أسرة وأم كاملة، أسرة كاملة تجيب اللي طالما تتوفر فيها الشروط، طالما عندهم إقامة عدى عليها 3 شهور، طالما إقامة سارية في أي دولة، طالما في حساب بنكي، حضرتك تقدر المغترب ومراته أولاده أيا كان عددهم طالما تجاوزوا سن 16 سنة يقدروا كل واحد يجيب عربية. الأجمل من ده بقى إن المشرع كمان حط الشرط حظر البيع، ده معناه انك ممكن تجيب عربيه ثاني يوم تبيعها. ده بالنسبه لي في قطاع السيارات يساوي ايه؟ يساوي انفراجه في البيع والشراء. انا بس خايف يا سياده المستشار يتحول المستهلك التاجر ثاني. المستهلك التاجر؟ فاكر المستهلك التاجر اللي ابتدى معانا ازمه؟ بس انت تقصدها حرفيا المستهلك التاجر؟ يعني ايه اقصدها حرفيا المستهلك التاجر؟ يعني حضرتك تقصد ان يحصل يعني تجار تجيب عربيات ولا مستهلكين يجيبوا لا عربيات؟ مستهلك يجيب عربيه يتحول الى تاجر. انا بقى دلوقتي انا مش عايز اضيع فرصه، مش عايز اضيع حق الراجل اللي قاعد بره اللي الدوله عملت له حاجه كويسه عشان يستفيد بيها. انا خلينا يعني البرنامج بتاعك كله شفافيه ومصداقيه، يمكن
عشان كده الناس بتحب تسمع حضرتك. الحمد خليني لله. اكلمك بنفس المصداقيه والشفافيه، حتى لو ده حصل ايه اللي هيحصل؟ يعني احنا عندنا مشكله في مصر، تعال نشوف القرار ده اتعمل ليه. هل القرار اتعمل عشان تلبيه ابنائنا العاملين في الخارج بس؟ طب ما احنا بندخل ده بقالنا سنين. هل القرار ده اتعمل عشان في قطاع السيارات يكاد يتوقف تماما، وان مفيش عربيات؟ ما كنا نقدر نفتح الاعتمادات المستورديه شويه، ولو عايزين نستورد ونخلي المستوردين يغرقوا عربيات الصبح كنا نقدر، وكنا نقدر بمنتهى البساطه من غير ما نسيب من موارد الدوله ولا جنيه ان احنا نفتح المستعمل اللي مشرع فتحه سنه ولا سنتين، سنه واحده بس، اسمح كده بال21 هتلاقي الاف العربيات بكره الصبح موجوده. ولكن خلينا نخرج بره الصندوق، زي المشرع اللي طلع القانون ده خرج بره الصندوق. اساس القرار توفير الدولار، اساس القرار توفير الدولار. عندك شرط، اعمل اللي في نفسك بس حط دولار، وده شيء كويس جدا جدا. انا سعيد جدا جدا بهذا الفكر، وسعيد جدا باللي بيعمله السيد محافظ البنك المركزي المستشاري. احنا بنشوف فكر تاني خالص. احنا قعدنا نتفرج على قطاع السيارات لغايه ما مات، وقعدنا نتفرج على المستهلك لغايه ما بيشتري عربيه بضعف ثمنها، قعدنا نتفرج عليهم ليه للمستوى ده؟ احنا النهارده لاول مره بقول لك خلي يا باشا من بره يستفيد وينزل العربيه وباعها وكسب فيها، بس تعالى بقى شوف الابعاد اللي حصلت. ما هيبيعها بكام؟ هقول لك، ما انا لسه هرد على حضرتك. تعالى بقى شوف الابعاد اللي حصلت والمكاسب. الناس كتير جدا استفادت للاستخدام الشخصي، وحتى لو واحد منزلها للاستخدام التجاري ان هو يبيعها ويكسب فيها هينزلها هنا. حضرتك نزلت عربيه تبيعها ب 600، والتاني نزل عربيه هيبيعها ب 550، والتالت هينزل عربيه عشان يبيعها اسرع يبيعها ب 500. في سوق تنافسي، في عربيات، في بضاعه. حضرتك النهارده اشتريت، انت قصدك لما هتتوفر حضرتك السلع فهيبقى عندنا فرصه ان نلاقي ارقام، واكيد ان التاجر هيبدا يسيب شويه في الارقام اللي هو كان ماسك فيها، والمستهلك اللي جابها بغرض التجاره هيسيب شويه، وكله هيسيب شويه، وهتلاقي النهارده الاسعار بتنزل. هي كم مره على مدار 20 سنه في قطاع السيارات الاسعار ارتفعت جدا، وحصل بعد كده انخفاض شديد جدا، حصلت ثلاث مرات بعنف شديد جدا. حاجه ما تخوفناش. تعالى بقى ابعد بالفكر كمان وخليك اصلا وشوف هو اصلا احنا العربيات حصل قيود على الاستيراد ليه؟ لان مفيش دولار. فعملنا فنكوش بتاع الاعتمادات المستنديه عشان نقلل، ما يبقاش في تحسب الموضوع، واحنا لازم كلنا نتعاون ده، لان الدوله بتمر بمرحله انتقاليه. الدوله بتتبني من اول وجديد، مصر فعلا يعني لو تطلق عليها يا مصر الجديده، وده استنزف مئات المليارات من الدولار. لازم كلنا نتحمل ده عشان البلد كلها بتتغير. ايه المشكله يعني لما نتحمل ده؟ طيب لما مليار خلال اربع شهور لم تقل باي حال من الاحوال، يبقى النهارده القرارات اللي اتخذت بسبب عدم وجود الدولار النهارده القرارات دي تتلاشى، ويحصل النهارده يحصل انفراجه، ويحصل النهارده نسمح بسندات التحصيل مره ثانيه. احنا وصلنا لمرحله ان عندنا مشكله في العلف عشان نجيبه. العلف ده يعني ايه؟ عارف ده يعني يعني كتكوت، يعني فرخه، يعني اكل المصريين كلها. النهارده لما اوفر دولار ده مكسب جدا، وهيخلي فيه انفراجه بعد كده، وهيخلي كل القرارات اللي اتخذت بعد كده تبقى ميسره. اقول لك على حاجه، الفكره دي لما تنجح، وانا باكد لك انها تنجح ان شاء الله، تنجح فيها كتير جدا ان شاء الله، هتنتقل الى ما بعد ذلك. انا نفسي تنتقل للعربيات المستعمله سنه ورا. احنا طلبنا كم مره يعني في برنامج حضرتك؟ اتكلمنا كتير، بس الحمد لله. خلي بال حضرتك برضو، يمكن من الحاجات اللي كنا بنحلم بيها موضوع السيارات للناس اللي عايشه بره، المصريين اللي عايشين، والحمد لله انها اتنفذت. احنا بنحلم دلوقتي بفكره استيراد سيارات مستعمله سنه بس، مش عايز اقل من سنه زي ما حضرتك قلت. سنه يا ريت يا ريت يا ريت، ده هيوفر حاجة. بس عايز اقول لك على حاجه بقى، اجمل ما في القرار ده برضو حاجه، خد بالك هو ما زعلش ابدا ان هو انت تجيب وتبيع. عارف ليه؟ عارف هو لو هو شغله الحته دي والناحيه التجاريه ديت والمشرع شغلها قوي، كان حط حظر خمس سنين على العربيه. هو شال الحظر من عليها. لكن هو يا عم جيبها وبيعها ثاني يوم وهات دولار بس للبلد. وانا بقول لحضرتك اي حاجه تجيب له دولار للبلد هاتها. انا بدي لك اقتراح من 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 من, من البرنامج بتاعك يحل مشكله الدولار بتاعت مصر دي ال 20 سنه قدام. خلي كل واحد بيستورد النهارده، بيستورد اي سلعه مش عربيات، اي سلعه بيستوردها، ماشي؟ افترض انك انت بتستورد حاجه وليكن فانوس رمضان ب 100,000 دولار، ماشي؟ بتروح انت البنك النهارده، البنك لازم انت توفر 100,000 دولار، حول لي من بره 125,000 دولار،
100,000 دولار حولي من بره بتحويل شرعي عن طريق البنوك المصريه 125,000 دولار، حط 100,000 دولار ثمن الفاتوره اللي انت هتجيبها و25,000 دولار بيعها للبنك المركزي بالسعر الرسمي. يبقى مع كل فاتوره واحد بيستوردها على مستوى الجمهوريه انت بتحط 25% من قيمتها بالسعر الرسمي، ده يعمل لك فائض دولاري قد ايه؟ ان عدت سنه وانت الفائض الدولاري بتاعك ما تجاوزت ال 100 مليار دولار ابقى انا بقول لك اي كلام. دي فكره عندي من دي عشرات الافكار، بس الفكره دي لوحدها والله كفيله انها تنهي المشكله. كله هيروح يجيب من بره، المشكله مش ان احنا نجيب من بعضينا، ولا المشكله انك تطلع دولار من هنا عن طريق شركات الصرافه اللي بهدلت الاقتصاد المصري، بهدلت الاقتصاد المصري وبصوره غير شرعيه وبتسبب تضخم. العديد من شركات الصرافه بتعمل كده، ويروحوا يودوا العربيات يودوا الدولار بره زياده 7 و8% عشان يغطي الاعتماد المستمد. احنا نجيب من بره لجوه مش من جوه لبره. طب ارجع تاني معاك للحته المهمه بتاعتنا في حته السوق عندنا دلوقتي، الشارع النهارده والمعارض النهارده اخبارها ايه؟ الشارع المصري المعارض، يعني الشارع المصري في السوق النهارده كده معارض العربيات عامله ايه، خصوصا ان 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 حاسس ان كل الناس دلوقتي واقفه تتفرج. يعني ما فرقتش كتير، لان كده كده احنا من اول السنه واحنا بنعاني، واحنا طلعنا قلنا الكلام ده 100 مره، الناس اللي طلعت تزايد على التجار وتقول ده جشع على التجار، ووضحنا 100 مره. الوكيل النهارده اللي كان بيجيب 10,000 عربيه ما بيعرفش يجيب 1000 عربيه. التاجر النهارده اللي كان بيبيع 100 عربيه، انا بيتهيألي الموضوع خلاص بقى واضح دلوقتي قدام الناس، فهمت الحدوته ماشيه ازاي. الحمد لله رب العالمين. ده مش فارقه صدقني، في مرحله انتقاليه خلال شهر من تاريخ تنفيذ من صدور الرائحه التنفيذيه، حضرتك هتجد الانفراجه دي لصالح التاجر والمستهلك وموارد الدوله ان شاء رب العالمين ان شاء الله. في اخبار عن خروج العربيات اللي موجوده في الجمارك؟ صدقني ما فيش عربيات، كان الكلام في 4,000 عربيه، وعايز اقول لك ال 4,000 عربيه دول ما يقضوش مصر طبعا، بس يعني اقل حاجه تطلع الناس برضو حاجزه بقى لها شويه، في اخبار انها تخرج العربيات دي. ان شاء رب العالمين ان شاء رب العالمين يا مسهل يا رب. الفترة اللي جاية ان شاء الله هيكون في حاجات كويسة كتير جدا يا رب يا رب. يعني بحيي حضرتك على المجهود الكبير اللي معمول، ودايما كده في قرارات دايما بتفيد المواطن المصري وفي صالح المواطن المصري، سواء اللي عايش جوه مصر طبعا والمهتم كمان خارج مصر انه يقدر يستفيد، ودايما يبقى حاسس كده ان بلده وراه، وان شاء الله كلنا واقفين مع بعض ونعدي الازمة دي على خير باذن الله ان شاء رب العالمين. نورتنا يا فندم، شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، اتفضل، مع السلامه.